مشاهدينا الأحباء في كل مكان، أحييكم وأرحب بكم في حلقة أخرى من حلقات سؤال جريء. حلقة الليلة هي بعنوان: هل أمر الكتاب المقدس بقتل الأطفال وشق بطون الحوامل؟ في هذه الحلقة سأعرض مجموعة من النصوص التي يستخدمها المعارضون للكتاب المقدس من أجل مهاجمته واتهامه بأنه كتاب عنف ودماء. من حقهم أن يسألوا ومن حقهم أن يعترضوا، لكن من حقنا أن نجيب وعليهم أن يسمعوا، لأن البحث عن الحق هو أخذ ورد، سؤال وجواب، اعتراض وتوضيح، والباحث عليه أن يسمع لوجهتي النظر على الأقل ثم يرجح بينهما. في هذه الحلقة أستضيف الدكتور أشرف عزمي، أستاذ مادة العهد القديم ومقدم برامج على قناة الحياة، لكي يجيب على هذه الآيات التي هي محط انتقاد من الكثير من أحبتنا من المشاهدين المسلمين. دكتور أشرف، أهلا بك. أهلا بك أخ رشيد، سعيد باستضافتك مرة أخرى. وأنا كمان سعيد بالوجود معك. دكتور أشرف، هناك الكثير من الإيميلات تصلي من المشاهدين من المسلمين، بعضهم جاد في البحث عن الحق وبعضهم فقط بتهاجمون نهاجمكم، بتنتقدوا ديننا ننتقد دينكم. لكن على العموم غرضي من هذه الحلقة هو توضيح بعض الأمور المتعلقة بعض الآيات اللي ربما تكون حتى صعبة على بعض المسيحيين في الإجابة عليها. طبعا عنوان الحلقة: هل أمر الكتاب المقدس بقتل الأطفال وشق بطون الحوامل؟ لكن أنا مش هلتزم فقط بالنصوص اللي بتكلم عن هذا الأمر، التزم أيضا سأدخل بعض النصوص الأخرى. أبدأ معك بأول نص من لوقا 19. أيوه، لوقا 19 27 هناك نص سأعطي أنا الاقتباس كما يصل، وأترك لك الفرصة لتوضح مغزى هذه الآية. الاقتباس كما يقول الإخوة اللي ينتقدوا الكتاب المقدس: بصوا، المسيح يأمر بذبح الناس. في لوقا 19 27 يقول المسيح: أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. يعني أنتوا صبح نهار بتنتقدوا الإسلام ومحمد والقرآن، أهو المسيح يقول هاتوا أعدائي اذبحوهم قدامي. خلاص، يعني قولوا أن العنف موجود في الاثنين وفوتوا على نقطة تانية. تفضل، كيف تجاوب؟ هو طبعا الكتاب المقدس مش والمارت تنزل تروح تاخد اللي انت عايزه وتمشي. الكتاب المقدس وحده واحده، كويس؟ يعني فلما السوق تشتري منه حاجه بالظبط، يعني فالايه دي لما تتاخد من سياقها لوحدها كده ده ظلم للنص الكتابي. يعني اللي بيسال ويجيب الايه دي كان المفروض يقلق، يقرا قبلها ويقرا بعدها، هتدي له فكره عامه عن المضمون ككل. فخليني مثلا أوريك النص بيقول إيه في لوقا 19. بيقول: وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا. فإحنا أول حاجة بنجدها أن الرب يسوع قال إيه؟ ده من الآية 11. من الآية 11. فده اللي بالكلام الرب يسوع هنا هو مثل، لأنه كان قريبا من أورشليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فهنا الرب يسوع فقال إنسان شريف الجنس، ضرب ليهم مثل. هذا المثل هو عبارة عن إنسان، الإنسان ده شريف رويال ولا هو نوبل، إنسان ذو مكانة في المجتمع، ممكن يبقى أمير، وراح إلى كرة بعيدة. بس قبل ما يروح للكرة البعيدة عمل أكتر من حاجة، جاب عبيده وداهم وزنات أو أمناء وكلفهم بأنهم يكونوا أمناء نحو هذه الـ الأمور اللي ادها لهم. ويقول بعد كده أنه لما رجع حاسبهم وكافئهم، ولما كافئهم كافئ الأمناء على أمانتهم، لكن في نفس الوقت جاب الأعداء ودنهم. إذن المسيح بيعطي مثل بالضبط، والآيات دي جاءت وسط المثل اللي أعطاه المسيح بالظبط، على لسان واحد من أبطال المثل بتاعه. والمثل ده متاخد من الواقع، يعني لما يقول مثلا إنسان شريف الجنس، اليهود عارفين أن هيرودس الكبير لما حب يبقى ملك، لأنه هو نصه يهودي نصه أدومي، لما حب يبقى ملك والرومان هم المسيطرين على كل العالم، كان لازم يروح إلى روما يطلب الملك من الإمبراطور أو القيصر فيعطيله الملك يرجع يبقى ملك على
يهوذا. أرخلاوس ابنه عمل كده، وأيضا حفيده عمل كده. فاليهود عارفين علشان واحد يروح ويرجع بيرجع بسلطان. فهنا الرب يسوع بيقول لهم أنه ملكوت الله مش الآن، أنا جاي الآن، جاي لكي أتمم الخلاص والفداء، لكن في مجيء تاني أنا جاي أعلن فيه الدينونة النهائية. وزي ما عمل هنا الملك دوان، كافأ الأمناء على أمانتهم وجاز الأشرار على شرهم، هكذا يكون أيضا نهاية الزمان. فهو بياخد مثل من الواقع ويقول لهم، لكن المسيح مش هيمسك الناس ويدبحهم زي ما كما بس هو كفكرة تصويرية بيقدمها، فهم بيفهموا من المثل لا، إنه الملكوت السماوات يعني ملكوت الله لسه لما يجي يستعلن بباور أو بقوة في مجيء المسيح الثاني. ف إذن من الذي قال هذه الكلمات؟ على لسان من قيلت؟ المسيح هنا ده كان العادة موجودة كويس؟ دي كانت الـ العادات اللي موجودة دايما في المجتمع، أنه بيروح بياخد السلطان بيرجع بهذا السلطان بيعاقب أو بيدين. أنا فاهم، من الذي قال الكلمات مباشرة؟ يعني في المثل. الكلمات دي لما نوصل لآخر الجزء، خلينا أوصل لآخر الجزء. فيقول إيه؟ فقال له نعما أيها العبد الصالح والأمين، لأنك كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. لكن يجي في الآخر هنا، فقال له يا سيد عشرة أمناء، لأني أقول لكم أن كل من له يعطى ومن له ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعداء، هذه كلمات دايما الملك لما بيجي الملك بالضبط. إذن خليني أنا أوضحها بطريقة أبسط للمشاهدين، أنه المسيح أعطى لليهود أو للتلاميذ حوله مثل بالضبط. وسط هذا المثل هناك شخصيات بالضبط، من بين الشخصيات الملك اللي راح ورجع تاني. أيوه. هذا الملك سيقول أو قال في المثل داخل المثل، أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا وادبحهم قدامي. انتهى المثل. انتهى المثل. فإذا الوحي هو ينقل لنا مثلا، وما دار وسط هذا المثل هو كلام أحد أبطال هذا المثل. بالضبط. لكن المثل له رمز. ده صح. ويرمز لمجيء المسيح مرة ثانية. للحساب للدينونة، لكل واحد يعطي حساب على ما فعله، فيرجع سيدين الأشرار، وكما فعل الملك قال لأعداء اذبحوهم قدامي، المسيح سيعاقب مش بالضرورة بالزبط. الدبح يعني هي فكرة الدبح أو مش الدبح دي، هو عايز وصل لي أنه في عقاب شديد فكرة. في موت. يعني الذين رفضوا أن الملك يبقى ملك عليهم، لما يأتي الملك في مجيئه كويس هيدانوا، هيبقى ليهم موت. من هنا الرب يسوع اتكلم، أو الجزء ده بيتكلم عن الدبح، لكن هي الرب يسوع اتكلم مرات ومرات عن البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، عن الدودة الذي لا يموت إلى آخر العقاب. والغريب أنه المسلم يعترض على هذه الآيات، مش في يعني المسلمون والمسيحيون الاثنين متفقين أنه في حساب بالضبط، في عقاب، في دينونة، في قيامة، أنه حتى لما يعود المسيح بالصورة الإسلامية سيكون هناك عقاب وسيكون هناك حساب. فإذا الاعتراض على هذه الآية وكأنه اعتراض على الحساب. لأنه المثل هدفه شيء واحد. يعني أي مثل من الأمثال اللي ضربها الرب يسوع، الديتيلز بتوضح للناس، التفاصيل بتوضح للناس، لكن الفكرة الأساسية هي الفكرة الدينونة. يعني المثل دوان بيكلم عن أنه الملك هيأتي، ولما يأتي محدش هيفلت من هذه الدينونة، هيكافئ وهيدين. لكن الكلام مباشرة هو قيل على لسان الملك. الكلام قيل على لسان الملك. وفرق بين الوحي المباشر اللي هو يقال، يقول المسيح مثلا أنا هو الطريق، وهذا كلام المسيح شخصيا. أيوة. وفرق بين الكلام الذي ينقل لنا على لسان شخصية تانية. بالضبط. فهذه هي الجزئية. لأنه حتى المثل ده، خلينا ناخد يعني ناخد الكتاب المقدس زي ما هو كده بالشكل العام. هل المسيح في يوم من الأيام ذبح حد؟ هل المسيح أمر أنه حد يتذبح؟ هل المسيح أمر أنه حد يتأذي؟ هل المسيح أمر أتباعه أنه يعني يأذوا حد؟ ده حتى يوم ما بطرس مسك السيف وقطع بيه عبد رئيس ودن رئيس الكهنة، المسيح
يعني انتهروا ورد الودن مرة تانية وشفاه. إذا لو كان ونتفق معه لو كان هذا الكلام كلام المسيح وموجه للتلاميذ أما عدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا وذبحوهم قدامي، لماذا لم ينفذوه؟ بالضبط. يروح يجيبوا أعداء ويذبحوهم قدامه. لأنه هو الفكرة يعني زي ما أنت قلت أخ رشيد، هو عنده آيات كتيرة بتتكلم واضحة عن القتل والذبح، فهو بيجي للعهد الجديد ويدور على كلمة السيف، مع أنه كلمة السيف أو كلمة الذبح أو كلمة ممكن تستخدم في سياقات مختلفة. بس هو كل نظره هو عايز الكلمة دي مدام وجدت يبقى هو ده على طريقة لا تقربوا الصلاة، يعني يأخذ الآية ومش عارف ما قبلها وما بعدها. بالزبط. لكن لو عرف حيعرف أنه هذا مثل ضربه المسيح وهذه الآية جاءت على لسان أحد أبطال هذا المسيح، وده ما ينفعش مع الكتاب المقدس. يعني ده مش طريقة تفسير الكتاب المقدس. ممكن تنفع مع القرآن، يعني تاخد آية من بدون لما لهاش علاقه بالقران، في بعض المرات ما بتنجحش. بالظبط. هناك بعض الايات منفصله عن سياقها وهناك بعض الايات لازم لكن هنا السياق العام. السياق العام بيتكلم عن مجيئه الثاني، فده لازم يفهم. طيب نمشي لآية ثانيه في لوقا ايضا. تتردد على لسان بعض المشاهدين وبعض الاخوه من المسلمين الذين ينتقدون الكتاب المقدس. فقال لهم المسيح مرة أخرى لكن الآن من ليس له كيس فليأخذه ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. كويس. أو أنتم تقولون أنه محمد رفع السيف وأنه قتل الكفار وأنه فعل وفعل وفعل، أو المسيح عندكم في لوقا قال أنه من ليس له يبيع ثيابه ويشتري سيف. يا سيدي يعني ما فيش أكثر وضوح من كده، ما فيش. أهو عندكم السيف، التلاميذ أمر أتباعه وتلاميذه يشتروا السيف. كويس. لا خلينا ناخد برضو القرينة العامة، لأنه ده كان في العشاء الأخير قبل صلب الرب يسوع والقبض عليه، وكان قاعد معاهم وبيتكلم معاهم. فلما خدنا ناخد القرينة العامة شوية تساعدنا على فهم دي في الليلة النص الأخيرة. في الليلة الأخيرة. يعني لا هو داخل حرب ولا هو رايح، ده عارف إنه هيسلم بعد ساعات. هيتمسك وهيقبض عليه وهيقاد ويحاكم وإلى الصليب يعني يذهب. فهنا بيقول ثم قال لهم حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية. بيرجعهم هنا لا كيس ولا مزود ولا أحذية. لو رجعنا إلى إنجيل لوقا أو إنجيل متى، نعرف أنه لما الرب يسوع اختار التلاميذ الاثنى عشر أرسلهم إلى اليهودية يبشروا ويشفوا مرضى ويقيموا موتى ويخرجوا أرواح شريرة، وقال لهم بلا كيس ولا مزود روحوا لأن الناس هتهتم بيكم. صح. فالتلاميذ لما راحوا بالأخبار السارة والمجتمع كان قابلهم. المجتمع والناس اللي كانوا حواليهم كانوا مرحبين بيهم. فكانوا بيساعدوهم وكانوا بيسددوا احتياجاتهم وكانوا بيعتنوا بيهم إلى آخر هذه الدرجة. طيب. الوضع هيختلف. إزاي؟ هنا بقى الوضع هيختلف. يقول لهم إيه؟ فقالوا لا. فقال لهم لكن الآن. الآن هنا اختلفت. الآن هنا تشير إلى بداية جديدة. البداية الجديدة دي بقى فيها عداء وفيها بغضة وفيها كراهية ليكم غير عادية من اليهود، بسبب لأنه حيصلبوني وحيصير العداء يمتد حتى ليكم. بالضبط. فبما أنه هيمسكوا الراعي هتتشتت الرعية، ومع صلبي هيعلنوا الكراهية والبغضة اللي كانت جواهم تجاهي، وهيطلعوا دوان أيضا فيكم فيما بعد. كويس. عشان كده يقول لهم من ليس له فليأخذ ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه واشتري سيفا. هنا الفكرة إيه فكرة الآية دي؟ يعني هل فعلا التلاميذ كان لازم يأخذوا كيس ومزود ويشتري سيوف؟ أولا دي يعني لو الرب يسوع كان ده أمر كان التلاميذ عملوه صح؟ يعني لما نفذوه. لما نقرا فيما بعد حياه التلاميذ نعرف انه عمرهم ما كانوا حاملين سيوف، ولما بداوا يبشروا بالمسيح في اعمال الرسل عمرهم ما كانوا شايلين سيوف. ده بالعكس كانوا بيهانوا وكانوا بيضربوا وكانوا بيتسجنوا وكانوا بيتالموا وقتلوا من اجل المسيح، فعمرهم ما رفعوا سيف. حتى استفانوس لما جم يرجموه نفس الكلمات لا تقم لهم هذه الخطيه. فالفكره هنا ما ينفعش انك تاخدها على انه ده امر من المسيح مباشر حرفي، لانه لو كان حرفي كان اتنفذ، كنا رايناه فيما بعد.
كويس. لكن المسيح عايز يقول لهم ايه؟ عايز يقول لهم انه عايزكم تكونوا مستعدين لمواجهه التحديات فيما بعد، انه انا هرسلكم كغنم بلا راعي، هرسلكم وسط الذئاب. ان الامور اختلفت الان، الامور اختلفت. من قبل كان مش لازم تستعدوا، الان لازم تدبروا حالكم انتوا. فاحتياجاتكم واموركم وكل اللي انت تحتاجوه هتدبروه بنفسكم، لان الوضع الان مختلف. احنا عندنا مثل في المغرب، ما اعرفش عندكم في مصر، عندنا امثال نستخدم فيها نفس التعابير لكن بتكون بصفه رمزيه. Okay. مثلا نقول حزموني ورزموني ولا تعولوا عليا، يعني لا تاني بعد حزمني. okay. لكن المقصود مش الحزام بالضبط، ورزموني يعني رزمني. لكن لا تعول عليا. انا مش هعمل حاجه. جهزني لكن جهزني انا مش هعمل حاجه. لكن الحزام مستعمل كرمز للاستعداد. هل هو من طينة هذه الامثله بالضبط، انه استعدوا لانه الايام اللي جايه ايام شريره. في العالم سيكون لكم ضيق، انا هرسلكم كذئاب كحملان وسط ذئاب. فالرب يسوع هنا بيقول لهم الوضع هيختلف، مش هيبقى زي الاول. فالحزام والمذود والحداء والسيف هي رموز للاستعداد، ودي على فكره كانت في المجتمع اللي كان عايشين فيه، كانت هي الحاجات اللي بيستعد بيها الشخص عشان لما يرحل من مكان لمكان، او ان هو يخرج الى مثلا سفر او الى خدمه بيستعد. او الى حاجه بيستعد، كان بياخد معاه اكل وياخد معاه شرب وياخد معاه شويه فلوس او يعني مصاري، وياخد معاه حاجه يدافع بيها عن نفسه من الوحوش المفترسه في الطريق، لانه انت مش راكب عربيه، انت ماشي بين في طرق وصحراويه او غابات ولا طرق مختلفه. فكان ده فبيقول لهم ان انتوا تستعدوا، لازم تبقوا مستعدين كهؤلاء. لكن أنا شايف أنه أنا معاك في دي. أيوة. مثلا في 37 يأكد هذا الكلام. yeah. يقول لأن ما هو من جهتي له انقضاء. بالضبط، يعني أنا الأمور بتاعتي هتتم ستنتهي. فقالوا يا رب هو ده هنا سيفين. yeah. فقال لهم يكفي. يبدو وأنهم قالوا له ما دمت قلت لنا أنه سيف، فهموها حرفيا، قالوا له أهو سيفين. فقالهم يكفي، يعني يكفي هذان السيفين. طب اذا خدتها بالمعنى ده يكفي ايه؟ ما يعني انا اخدها واحده واحده، اخدها بالمنطق. لو المعنى الحقيقي فعلا هو انه يكفي السيفين، هيعملوا بيهم ايه؟ هيكفي ايه؟ ايه اللي هيكفوا؟ هيكفوا يدافعوا بيه عن المسيح؟ مش هيكفي. سيفين مش هيدافع بيهم عن المسيح، انت جاي لك اوريدي جيش. طب ايه المعنى؟ كويس؟ سيفين علشان كما قلنا انه سيفين علشان ياسس بيه مملكته ولا ملكوته، اولا ملكوته مش هيأسس يعني تبقى اضحوكه، مش هينفع. ففي كل الحالات يقول لك انا احتليت دوله بسيفين. ففي كل الحالات لو خدتها حرفيا على انه سيفين مش ملهاش معنى. لكن يبدو ان التلاميذ ما فهموش. بالظبط، عارف لما يكون بحكي مع شخص وتقعد تشرح له حاجه، وكل ما تشرحها له يروح فاهمها بطريقه مختلفه، تقول له ايه؟ طب بس كفايه كده. فيكفي هنا بتعني كده. بالظبط، كفايه. يعني فهمتني غلط، كفايه. يكفي يعني يكفي عدم فهمكم لي. يكفي عدم فهمكم. لان هم يعني التلاميذ، هل جت في بعض الترجمات كده؟ جت في بعض الترجمات بمعنى enough of this. Enough of this بالترجمة يعني الإنجليزية. يعني كفاية من ده. كفاية من ده. يعني خلاص مش فاهمين. زهقت من عدم فهمكم. يكفي. احنا بنستخدمها حتى في الدرجة يعني. صافي. لأنه كذا مرة الرب يسوع يتكلم عن حاجات والتلاميذ ما يفهموش، بالأخص لما يجي يتكلم عن الإرسالية. مرة قال لهم تحرزوا من خمير الفريسين. أو فهموها خمير. يعني مش أول مرة بتحصل. لا لا لا، فهو في يعني في استمرارية في عدم الفهم. فهنا جه موقف ده، راح قالوا له نفس الكلام، قال لهم enough of this. إذا هل المسيح كفاية. أمر بشراء سيف؟ لا طبعا. وهل يكفي يعني سيفين؟ ما هيكفي الإيه؟ ما هي دي النقطة. يكفي عدم فهمك. بالظبط. إذا اللي بيستخدم الآية دي مش فاهم هي. يا أخ رشيد، لو رحنا إلى نفس الأصحاح، أنا عايز أروح إلى أصحاح 22 من لوقا. اتفضل. كويس. أنا هفتح معاك.
لو رحنا الأصحاح 22 من لوقا وبيكلمني عن القبض على الرب يسوع. كويس؟ أيوه. القرينة نفسها، عشان كده بقول دايما القرينة مهمة قوي. إيه القرينة؟ القرينة اللي هي السياق بتاع الحديث. فلما نكمل بعد كده عن القبض عن الرب يسوع، إزاي إنه اتقبض عليه، يقول في عدد 8:49، فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا يا رب أنضرب بالسيف. كان مع بطرس. واغلبا السيف ليس سيف، ده كان لانه هو صياد مثل الخنجر. يعني الصيادين انت عارف بيبقى دايما بيبقى معاهم خنجر صغير. حتى احنا لما نطلع صيد بيبقى معاك السكينه تفك بيها وتعمل بيها. يا رب اضرب. وضرب واحد منهم رئيس وضرب واحد منهم اللي هو بطرس عبد رئيس الكهنه فقطع اذنه اليمنى. فاجاب يسوع وقال دعوا لي هذا، ولمس اذنه وابراها. يبقى الرب يسوع دعا العبد اللي اتقطعت ودنه وابرا هذه العبد ودن هذا العبد. وفي متى 25 الرب يسوع انتهر بطرس وزعق لبطرس وقال له انه الذين ياخذون بالسيف فبالسيف يؤخذون. فانت انا وبعدين انا العايز في نفس الاصحاح دي، في نفس الاصحاح اللي يريد ان يستخدم الناس لمهاجمه المسيح، هو نفس الاصحاح اللي انها فيه المسيح بطرس على استخدام السيف. يعني حتى ما مضاش بين الحاجتين وقت طويل، ساعات يعني ساعات. فكيف يأمر بالسيف وينهى عن عدم وبعدين استخدام السيف؟ لازم تاخد السيف. لازم تاخد تعاليم المسيح في مجملها. بمعنى ايه؟ انه هل المسيح في حياته رفع سيف؟ لا. هل المسيح في حياته أمر وهل بحمل تلاميذته السيف؟ وهل التلاميذ عملوا كده؟ يعني كلمة السيف استخدمت هنا للإشارة إلى الاستعداد، إنك طيب. تكون مستعد، لأنه الأيام اللي أنت جاي عليك أيام غبرة. ننتقل إلى العهد القديم. طيب العهد القديم، ودي هي عنوان الحلقة، يعني شق بطون الحوامل. وللأسف أجد بعض الإخوة المسلمين يستخدمون الآيات أحيانا تضحك أحيانا تبكي، لأنه أنا وإنت عارفين السياق ودرسناها وعرفناها وكل حاجة، لكن البعض يشوف سطرين ويأخذ السطرين ويجري بيهم. تجازأ في هوشع 13:16 أو من السطرين، تجازأ السامرة لأنها قد تمردت على إلهها. بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم. أنا سمعتها تقرأ علي من المهاجمين تحطم، يعني أنت تحطم أطفالهم. هي تحطم. تحطم أطفالهم، يعني حد حيحطم أطفالهم. أيوة. والحوامل تشق. كويس. أهو كتابكم المقدس يقول حطموا الأطفال وشقوا بطون الحوامل. يا مسيحيين يلي تقولون عن الإسلام أنه دين عنيف، ما عندناش تحطيم الأطفال، ما عندناش شق بطون الحوامل. أنتوا اللي عندكم في كتابكم شق بطون الحوامل وتحطيم الأطفال. ماشي يلا جاوبوا يا مسيحيين. أنا حمدت للجانب المسلم اليوم، معلش استحملني. أنا مستحملك بقالي كتير. يا كفار. لا بص، هقرأ الجزء برضو تاني لأنه الجزء ده مهم قوي. هوشع هو يعني نبي من الأنبياء اللي ربنا بعتهم لشعبه، بالأخص قبل سقوط السامرة. السامرة سقطت سنة 722 كويس على يد المملكة الأشورية. فكان هوشع في حياته بينادي للناس بالتوبة بالرجوع، ويمكن في حياته كان في مأساة إن مراته كانت غير أمينة، فكان ده تشبيه أيضا على إنه إسرائيل غير أمينة في علاقتها مع الرب. بس دكتور أسرة، مع احترامي لك، تعرف المسلم بيهمه إيه؟ ده موجود في كتابكم ولا مش موجود؟ موجود. أمر ليكم ولا مش أمر؟ ده اللي بيهمه. كل الكلام طيب. اللي قلته مهم ليك. أي. بالنسبة للمسلم ده ما يخش طيب. خاص. خلينا على الجزء اللي تفضل. صدقني أنا كنت مسلم. ده ما يخشش خالص، يعني تقول لي مين هو هوشع وأنا قاعد ساكت يعني. أيوة. ولا بيهمني مين هو. هو عايز الآية خلاص. أنا الآية دي عندكم ولا طيب. ما عندكمش؟ الآية دي جت في أصحاح 13. أصحاح 13 بيقول لنا إيه؟ لما تكلم أفرايم برعدة ترفع في إسرائيل، ولما أثم ببعل مات، والآن يزدادون خطية ويصنعون لأنفسهم تماثيل مسبوكة من فضتهم، أصناما بحداقتهم كلها عمل الصناع،
عنها هم يقولون ذبحوا الناس يقبلون العجول. يعني خلي بالك الناس هنا دول في السامرة تعلموا زي الأمم، فكانوا بيذبحوا ذبائح بشرية ويقبلوا العجول اللي بيقدموا ليها الذبائح البشرية. يعني تمثال الإله هو عجل، فيذبحوا له البشر ويقبلوا العجول. ماشي. لذلك يكونون كسحاب الصبح. ده النتيجة. النتيجة بقى إنه في دينونة جاية. كويس. فيكونون كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا، كالعصافة تخطف من البيدر وكدخان من القوة. وإن كان مثمرا بين إخوتي، كان قبل كده إفرايم أو يهوذا أو إسرائيل سوري مثمرا، تأتي ريح شرقية. في ريح شرقية، في دي نبوة. أول حاجة عايز أقولها أن دي نبوة. يعني بالزبط. واحد يقول ما سيحصل مستقبليا، ما سيحدث مع إسرائيل مستقبليا. والسامرة دي إسرائيل، السامرة هي إسرائيل. يعني لأن المسلم مش فاهم. هو فاهم السامرة حد تاني. لا لا لا، السامرة دي العاصمة بتاعة المملكة الشمالية اللي هي العشرة أسباط، عاصمة إسرائيل. يعني عاصمة إسرائيل هي السامرة. بالضبط. الآية بتقول اللي هيحصل لهم ده مش أمر ليهم روحوا لا 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 احرقوا أو اقتلوا، شقوا بطون الحوامل وحطموا الأطفال، ده هيحصل لكم يا إسرائيل. أنتم حد هيهجم عليكم، هيحطم أطفالكم وهيشق بطون حواملكم. بالظبط. كأنه ما الغاية، أنا عايز المسلم يفهم، هو فاهم أنه ده أمر لليهود يعملوه في التنين. في التنين. لا. هو نبوء على اليهود إيه اللي هيحصل لهم من التنين. بالظبط. وده الخلط اللي ما يقدرش يفهمه المسلم، لأنه هو شايف السامرة وهو مش عارف السامرة دي مين، ومش عارف الأمر لمين، ومش عارف هي نبوءة. حد قالها له على البالتوك، حد سمعها حطها له على النت، بيروح جايبها وحطها لي على الفيسبوك من غير ما يعرف. بالزبط. ومن غير ما يهتم ايه اللي بيقوله الدكتور أشرف عليها. يعني من الاول ومن الاخر. تفضلوا لي. عشان كده بيقول له، يعني بيقول له تجازي السامرة لانها قد تمردت على الهها. فالسامرة هتجازى، هتعاقب لأنها تركت الرب إلها. وكأنه هوشع بيقول في شر جاي، في دينونة جاية. يتوبوا. دي الريح الشرقية اللي جاية، اللي بيكلم عن الإمبراطورية الأشورية اللي جاية. يتوبوا وربنا هيوقف، وربنا يرفع ويحامي عنكم. يا إما ربنا يرفع إيده وهتبقوا تحت هذه الدينونة، وده اللي هيحصل لكم. وده اللي هيحصل لكم، ستحطم أطفالكم. بالزبط. وتشق حواملكم. عشان كده يعني أصحاح 13 من هوشع بالتأكيد قبل أصحاح 14. صح؟ يعني الهدف من النبوة دي كان ليها هدف، إنه هو إنذار، هدف تحذيري. إنذار. بالضبط. إنه الرب ينذر شعبه. عشان كده يجي في عدد أصحاح 14 يقول لهم إيه، بيقول له ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك. يبقى هو أنذرهم بالتحذير الشديد ده، إنه في خطر جاي، في خطر جاي. أنت واقف قدام قطر هيدهسك، القطر ده مش هيرحم. الدينونة الله لما تيجي على الخاطئ بعد ما بيرفض انه يتوب ويسمع صوت الله، هذه الدينونة بتبقى دينونة قاسية فعلا. لكن هنا يقول لي ارجع يا اسرائيل للرب الهك لانك قد تعثرت باسمك، خذوا معكم كلاما وارجعوا للرب، قولوا ارفع يا رب اثم واقبل حسنا، فنقدم عجول شفاهنا، لانه لا احد يخلصنا غيرك انت. يعني هوشع قال لليهود بصوا، ستجازى السامرة أنتم. بالضبط. لأنكم تمردتم على إلهكم. بالسيف ستسقطون. ستحطم أطفالكم. بالضبط. ستشق حواملكم. إن لم تتوبوا ترجعوا. بالضبط. عندكم فرصة الآن، توبوا، ده مش هيحصل. ما ترجعوش، ربنا رافع إيده. بالضبط. هتهجم عليكم شعوب أخرى وهتعمل ده فيكم. بالضبط. وده اللي كان متبع. يعني هو النهاردة أنت لما تتكلم عن الحرب مثلا العصر، في العصر الحالي أنت بتتكلم عنها مثلا استخدام قنابل، بتتكلم عن استخدام دبابات. صح. بتستخدم عن، والقنبلة ما بتفرقش، لا بتفرق ما بين طفل، ولا بتفرق ما بين كبير، ولا بتفرق ما بين صغير. ودينا شايفين في سوريا البرميل اللي بينزل لا بيفرق ما بين بيت مسيحي ولا بيت مسلم، ولا راجل كبير ولا راجل صغير. نعم. الحرب زمان كانت كده، قال لهم هيجوا عليكم أعداء، هؤلاء الأعداء ما بيرحموش. إذن من يتهم الكتاب المقدس أنه يأمر بتحطيم الأطفال وشق الحوامل؟ هل يوجد في كل الكتاب المقدس أمر بهذا النوع، أنه تحطيم شق الحوامل أو تحطيم الأطفال؟ لا.
ما فيش ابدا. هو عارف ليه؟ عارف ليه؟ لانه من البدايه يقول لنا كتاب ان ربنا خلق الانسان على صورته وعلى شبهه. وعشان كده لما حتى اول امر في الكتاب المقدس بيسميه العقاب بالموت، او انك يعني تحكم على شخص بالموت، انه اذا قتل انسان انه سافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه. لا ليه؟ لان الله خلق الانسان على صورته. فالله كل البشر عنده واحد، غاليين جدا، وان كان ربنا بيسمح او بيرفع حمايته بس بسبب شر الانسان، مش بسبب يعني قسوه الله، ده بسبب شر الانسان. لان الله لا يريد، هو يقول لهم كده ان لا اصر بموت الشرير. ربنا ما بيصرش، دي حاجه بتحزن قلبه انه يرى انه الانسان الشرير بيموت في شره. طب ننتقل الى ايه مشابهه، تحطيم الاطفال والنساء، الاعتداء على النساء. اشعياء 13:16 نفس الشيء. انا اجي مثلا، انا مش عارف الايه جت فين ولا اي سياق ولا من قالها ولمن قالها، اخطفها واقول لك يا دكتور اشرف انتوا المسيحيين اقرا لك من كتابك. بصوا كتابك بيقول ايه. وتحطم اطفالهم امام عيونهم، اهو كتابكم، وتنهب بيوتهم وتفضح نسائهم. تعتقد ده كلام علمي رصين يعتمد على البحث وعلى الفهم، ولا ده كلام ملوش؟ لا طبعا ده كلام يعني بعيد عن أي نوع من التفسير الصحيح لكلمة ربنا. يعني أنا أسميه كلام افتراء أكثر، يعني ده الأقرب حاجة. ليه؟ لأنه ابتداء من أشعياء، احنا كده خلصنا الآيات اللي قبل كده. لو بصينا على أشعياء، أشعياء ابتداء من أصحاح 13 إلى أصحاح 24 هو عبارة عن دينونة، الله بيعلن دينونة على الأمم، يعني نبوءات. نبوءات أشياء مستقبلية، أشياء مستقبلية. وفيها حتى احنا دايما بنستخدم أشعياء 19. يعني النهاردة بسبب ما بيحدث في مصر يعني بنرى أنه هو مبارك شعبي مصر، ودايما نصلي هذه الصلاة. ليه؟ لأنه واخدنا من أشعياء 19، في جزء دينونة بس في جزء كمان شفاء ورد للمصريين. هنا في اذا اللي بيفهم الكتاب المقدس اول ما تقول اشعياء 13 بيعرف انه من 13 الى 24 كلها نبوءات مستقبليه. بالزبط. نبوءات مستقبليه عن الامم ودي ايضا للانذار والتحذير والاخبار. بالضبط، انذار وتحذير والاخبار. نعم. هنا بدايه من اصحاح 13 بيتكلم عن بابل، كويس، وبابل دي خاصه ببابل، دي خاصه ببابل، وبابل يعني بدأت نجمها يعني يسطع أكتر، وبدأت تبقى ليها قوة وليها وجود على الساحة الدولية، وليها بدأت تشتهر بقسوتها وبمعاملتها مع العداء بقسوة إلى آخر هذه الحروب القديمة وأسلوبها. يقول هنا أنه بابل هتحطم أطفالهم أمام عيونهم. ممتاز. مش اسرائيل هو اللي يحطم، ده مش امر لشعب، مش أمر الله، لشعب الله. روح يا شعبي، لا دي نبوه عن اللي هيحدث الغير المؤمنين. بالظبط، دي نبوه عن اللي هيحدث بالظبط لبابل، انه هيجي حد هنتكلم عنه فيما بعد، هتيجي امه اقوى من بابل، كويس، وما فعلته بابل مع الشعوب الاخرى هيرد هذا العمل على رأسها. ومن هذه الأشياء إن الأمة اللي جاية أقوى من بابل، فهتعمل زي اللي عملته بابل مع الشعوب الأخرى، إنه تحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نسائهم. وبعدين بعدها بكام سطر كده بيقول الماديين، اللي هو مادي وفارس. الأمة اللي جت بعد بابل هي مادي وفارس. سنة 539 قامت مادي وفارس وانتصرت على بابل، وصارت هي المملكة العظيمة. الماديين الذين لا يعتدون بالفضة، هم ما بيهمهمش الفضة، مش جايين ياخدوا فضة ولا جايين ياخدوا ذهب ولا يسرون بده. فتحطم القسي الفتان، ولا يرحمون ثمرة البطن، لا تشفق عيونهم على الأولاد. وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله سدوم عمورة. عارفين فكرة سدوم عمورة لما حصلت نار؟ هم هيتركوا سدوم بابل زي حالة سدوم عمورة من قبل. طيب أنا أريد أن أبسط لأخوتي وأخواتي المشاهدين، من خصوصا من المسلمين اللي بيبحثوا عن الحق، فعلا عايزين يعرفوا تفسير الآيات دي. خليني أمثلها وصححني. طيب لو افترضت إشعياء
مثلي أنا مثلا قاعد بشوف الوضع وبقيمه، وهو طبعا النبي بيشوف بمنظور روحي وربنا بيفتح عليه رؤى وبيشوف أشياء مستقبلية. خليني أمثل فرضا أنه زيه قاعد أشوف في القاعدة مثلا تذبح الأبرياء تقتلهم بالزبط. هنا وهناك ومن غير ما، وأحيانا مسلمين حتى ومسيحيين وأحيانا لأغراض مادية ومش عارف، وأنا قلبي بيتقطع. ربنا أعطاني رؤية وأعطاني نبوة وشفت وقلت كما تفعل القاعدة اليوم ستحطم أطفالهم أمام عيونهم وستنهب بيوتهم وتفضح نسائهم وحتنزل عليهم قنابل، سواء شفتها بروح نبوة أو بإحساس أو شايف قرأت الوضع جيدا وعارف إيه اللي هيحصل، هل هذا كلام يحسب ضدي؟ لا، ما أنا ده اللي عايز أفهم، يعني المسلم يعني بياخد ده ضد إشعياء وكأنه إشعياء بيحرض على قتل هؤلاء. لا لا، يعني دي بالضبط التصوير اللي أنت قلته ده تصوير صحيح جدا. نعم. مع أنه اللي هيقوم بدون مش إسرائيل، ولا هو أمر لإسرائيل صح، ولا حاجة ربنا بيصر بيها. يعني الشر الإنسان لما بيبقى شرير بيصنع أمور حتى بتفوق تخيله طبعا، واحنا بنشوفها اليوم مجرد يعني. اللي يخلي مثلا انسان ياخد قلب انسان وياكله على التلفزيون صح، انه يعني لهذا الدرجة، طفل صغير سيفه ويقول له اقطع راس الشخص، ما هذا الا قسوه الانسان ضد اخيه الانسان. فربنا بيقول انه زي ما كنتم انتم قصات ولم ترحموا، هيجي الوقت اللي هتقوم فيه مملكه هي مملكه ميد وفارس ولن ترحم وهتكون قاسيه اكتر منك، وما فعلته يرتد عليك. اذا خلاصه القول دي نبوءه لا يمكن ان تؤخذ ضد الكتاب المقدس بالزبط. هي تنبؤ بما سيحصل بالزبط. مش امر لشعب الله ان يفعله، مش امر لشعب الله ان يفعله. مزمور 137 اوكي، من النصوص اللي بيستخدمها الأحبة اللي ينتقدوا الكتاب المقدس وأقرأ لك المقتبسات منه خصوصا 8 و9. أذكر يا رب لبني أدوم يوم أورشليم القائلين هدوا هدوا حتى إلى أساسها، يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزائك الذي جازيتنا. طوبى، هي الآية محور 9. أيوة. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. تخيل ده كلام ربنا، ربنا يقول طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. تخيل لو أنا أولادي وهناك إله يقول طوبى لمن يمسك أطفالك يا رشيد ويضرب بهم الصخرة، هل سأحب هذا الإله؟ فاللي بياخد الآية بيصور أنه ده الموضوع. إيه الرد عليه؟ ومزمور 137 في جانب إيجابي وفي جانب سلبي عشان أبقى يعني واضح وأمين من البداية. مزمور، لا عش كده أنا حابب المزمور ده يعني أقرأ لأنه هيقدم لنا صورة واضحة بالضبط عن الأحداث. المزمور ده كتبه المسبيين اللي كانوا من يهوذا واللي اتخذوا على يد نبوخذ نصر وراحوا إلى السبي. وهم في السبي، هم قعدوا في السبي 70 سنة. طبعا في السبي في ناس كبيرة راحت وماتت في السبي، وفي ناس اتولدت في السبي، وكان مازال الأشواق والرغبة انه يرجعوا مرة تانية الى أورشليم. فبيقولوا ايه؟ اذا هذا المزمور رغم انه المزامير بصفة عامة كتبها داود، لكن بصفة خاصة في مزامير كتبها اشخاص اخرون. 72 مزمور بس كتبهم داود، انما الباقي 150 كتبوا ناس اخرين. اذا هذا كلام ناس مسبيين بالضبط. ماذا قالوا؟ فالناس المسبيين دول قالوا على انهار بابل هناك جلسنا، بكينا ايضا عندما تذكرنا صهيون، على صفصاف في وسطها علقنا اعوادنا، لأن هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ومعذبون سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون. الناس اللي سبونا واللي نقلونا واللي عذبونا واللي يعني مستعبديننا بيقولوا لنا رنموا لنا من ترنيم بتاعة صهيون. كيف نرنم وإحنا مش في صهيون؟ كيف نرنم وإحنا في أرض غريبة؟ الناس دول اللي راحوا السبي عارفين نبوة إشعياء، عارفين إنه إشعياء اتنبأ عن بابل، عن خراب بابل، وتنبئ على انه زي ما عملت بابل بالامم
كمان هيتعامل فيهم. فالناس دي كأنها بتقول للرب يا رب اعلن دينونتك، حقق النبوءة اللي قلت لنا عن طريق إشعياء. بالضبط. يعني دول ناس تخربت بيوتهم، ناس تعذبوا، أخذوا للسبي، فقدوا أحبة، لشردوا. تخيل مثلا، أعطي مثال حتى يفهم المشاهد، مثلا سوري أو سوريون هم وعائلتهم ما لهمش في الصراع اللي لكن خربت بيوتهم ولاجئين في بلد من البلدان المجاورة، ماتوا. وكتبوا الدعاء ده بتاعهم، دعاء واحد مظلوم بيقول يا رب شفت اللي حصل لنا، فين الكلام اللي قلت لنا، فين اللي كذا كذا، يا رب طوبى لمن، أو مثلا يبتدي يدعي زي ما بنقول احنا في الإسلام، يدعي على اللي كانوا سبب في خراب بيته. طوبى لمن يجازيك جزاء الذي جازيتنا، طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. خليني أقول زعل أو غضب ناس اتعمل فيهم هذا الأمر، بيعبروا عليه في دعاء. بالضبط. الغضب أو الجرح الداخلي أنا أفهمه كويس، لكن هنا في نقطة الناس دي عملتها برضو مش صح أو لا تتماشى مع تعليم العهد الجديد. خلينا أقول ولكن كويس. الوحي نقل لنا ما قالوا، والوحي نقل لنا ما نقلوا، لأن الوحي الكتاب المقدس بيقول لنا باركوا لعنيكم أحسنوا إلى الذين يسيئون إليكم، لكن هم كانوا بينتظروا اللحظة اللي فيها يشفى غليلهم من خلال الأذى أو الانتقام اللي يأتي على بابل. دي الروح دي مفروض ما تكونش فينا إحنا كمسيحيين حسب تعليم الكتاب. خليني أوقفك هنا. هل هناك فرق ما بين نقل الوحي كلام أشخاص أو دعائهم أو حديثهم وبين الموافقة عليه؟ لا طبعا في فرق كبير. ليه؟ لأنه حتى عندنا كلام الشيطان. يعني إبليس لما جه لحواء وقال لها أحقا قال الله، كويس، نقل لنا الوحي هذا الكلام، لكن لا يوافق معاه أبدا. إذن النقل مش هو الاتفاق، النقل غير الاتفاق، لكن الوحي صادق في أنه ينقل مشاعر الناس كويس كما هي، قالوه كما هو. إذن الوحي نقل لنا ما قاله المسبيون في مزمور 137، وهذا ما قالوا بالزبط. قالوه عن بابل التي دمرت أحلامهم بالزبط. قالوا طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. لا هو أمر إلهي لإسرائيل، لا هو أمر لشخص ينفذه، لا هو يعني خلاص روحوا ضربوا أولادهم بالصخرة، هو كلام ناس كانوا في عز الأزمة وعبروا عن جروحهم بهذه الطريقة، والوحي نقله لنا. والوحي نقله لنا، لكن هذا يعني ليس أمر إلهي أنك تروح وتشق بطون وتضرب الأطفال. إرمية 48 10. إرمية 48. خلينا قبل ما أبدأ في إرمية عايز أشرك معي بعض المشاهدين وشجعكم تتصلوا الآن، سأبدأ في أخذ المكالمات وشجعكم أن تشاركونا، لأنه أنا متأكد أنه الكثير من المسيحيين نظرا للوقت وكل واحد مشغولياته، وفي ناس ما عندهاش وقت تدرس الكتاب، وربما تسمع عن طريق إيميل، عن طريق شخص، عن طريق أخ مسلم، عن طريق الفيسبوك، كل وسائل الميديا الآن كل شيء مفتوح الآن، ممكن تفحص هذه الآيات أو تصلك من حد معترض على الكتاب المقدس، ده يساعد أيضا على إيجاد جواب صحيح وتقديمه بطريقة صحيحة. أخ سالم من ليبيا، أهلا بك. أهلا سالم أخ رفيق. أهلا أهلا أخي سالم، تفضل. أنا أريد أن بنسأل سؤال في إشعياء ومزمور واحد، هل هو من الكتاب المقدس؟ اخترت تعليل موسى، هل هو من العهد القديم أم من العهد الجديد؟ إشعياء ومزمور من العهد القديم. تمام. إحنا نعطيك الآيات هذه دخلها معاك في الموضوع حتية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه حتى يحطها من ضمن المجموعة اللي معاك انت الآن. أنا لا أريد أن أدخل المسيحية هنا، كيف أدخلها معي؟ طيب هل كيف أدخلها معي في المجموعة؟ ما أقول حتى لا نورطك أنت في ماذا، أنا بنحول الإنجيل على تركينا. فاليهودية هنا احنا اشترطنا القتال بشيء،
يهودية لم تشطر تنها، قالك اضرب الصغار، دمر كسر احرق. والحد الآن ما قال لا دمر ولا احرق ولا أي شيء، يعني ده كله كل الكلام اللي شفناه كل الآيات مأخوذة من خارج سياقها، ما لهاش علاقة بالكلام اللي بتقوله. لا لا، هي كتاب مقدس في النهاية لابد تطبقها أنت حرفيا. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضربهم رسل. هذا مش أمر ليك، هذا واحد بيدعي. يعني لو ربنا قال دعا المسبيون وقالوا هذا الدعاء، بين قوسين حط طوبى لمن يأخذ أطفالك ويضرب بهم الصخرة، بين قوسين هذا دعاء قاله المسبيون ونقله لنا الكتاب المقدس، ليس أمرا إلهيا مباشرا للناس يعملوه. لكن الآية القرآنية اللي استشهدت بها هي أمر إلهي مباشر في القرآن للمسلمين حتى ينفذوه على أهل الكتاب. فرق كبير بين الاثنين. لا خليك معي شوي. أنا مخليك معي. يا أخوي رشيد الله يسلمك، احنا استرطنا القتال لا يؤمنون ولا باليوم الآخر، احنا استرطنا. احنا استرطنا. اي دخلك فيا؟ انا ما اؤمنش، انت ليه تهاجمني تقتلني لاني انا ما بؤمنش؟ ايه دخلك فيا؟ الكلام اللي في الكتاب المقدس ملوش دخل في الناس، كل واحد حر يؤمن بما كما يريد، حسابه عند الله، انا مش مسؤول عليه. يعني تروح انت جاري، ما تخيل لو انا الايه عندي، هذه الايه اللي استشهدت بها من سوره التوبه 29، لو هذه الايه عندي انه كل غير مسيحي انا اروح اقتله حتى يصير مسيحي أو يعطيني الجزية وهو صاغر، تقبلها على نفسك؟ لا سامحني، لا أقبل أي شيء. طب ما دمت لا تقبلها على نفسك من الآخر، ما تقبلش على الناس منك يا رشيد. خليني معاك، ما انت لو تتحدث خليني انا معاك. ما كذا في فرق ما بين الاشتراك باللام هنا بلا ولا، لكن انت هنا طوبة يعني نعمة كبرى. انا اتحدث عن اليهودية، لا اتحدث عن المسيحية. سامحني يا اخ سالم معلش اتمنى تكون تفهم، لانه انا بصراحة ويمكن كثير من المشاهدين معايا، انت مش فاهم بصراحة، مش فاهم. ده لا أمر من الله للمسيحيين واليهود أن يقوموا به، ولا هو أمر إلهي للتنفيذ ولا أي شيء. ده كلام ناس قتل أولادهم، شردوا من منازلهم، كانوا مسبيين في بابل، قالوا دعاء عبارة عن دعاء، دعوا إلى الله، قالوا يا رب كما شردوا أولادنا نعمل في أولادهم، كما فعلوا فيه نعمل كذا كذا كذا. الوحي لا ليس شرطا أن يكون متفق معهم، لكن نقل لنا هذا الكلام وقال هؤلاء الناس قالوا هذا الكلام. خطأ مش خطأ ده موضوع تاني، المهم هؤلاء الناس قالوا هذا الكلام، مش أمر إلهي. ده الفرق، وده اللي مش قادر تفهمه. على العموم أخي سالم، أنا تشرفت مكالمتك، لكن أنا مش هستمر مع انعدام الفهم. انعدام الفهم مش بيساعدني، أنا محتاج حد يفهمني، ياخذ الدليل ويرد علي بدليل اخر، مش مصر. لا طوبه، ما دامت طوبه موجوده خلاص. لا ما ينفعش. ارميه، نعود الى ارميه، ولا عندك راي ثاني على تعليق على الاخ؟ لا يعني مثلا لو يعني لو زي ما انت قلت انه الناس دي ناس مسبيه، الناس دي متالمه مجروحه، الناس دي واحنا فاهمين جروحهم كويس. وانا بقدر النهارده لان انا عندي الكتاب المقدس كله، اقدر اقول انه ده المشاعر دي صح والمشاعر دي غلط. انا اقدر افهم تالمهم، يعني زي ما ام مريم اللي بنتها اتقتلت في الكنيسه وطلعت على التلفزيون وقالت ان انا بصلي للقاتلين، صح؟ ده دي فهمه للكتاب المقدس على بعضه، صح. كويس. لو قالت انه انا طوبى للقاضي اللي يحكم عليهم بالاعدام، انا برضه افهم مشاعر لكن مش بتفق معاها. لكن روح المسيح مش هي دي بالظبط. فده اللي حصل هنا بالظبط، انه الناس دي كان عندهم هذا. وبمناسبه ليبيا، حتى في ليبيا طلعت واحده امريكانيه كانت هي وزوجها بيخدموا في ليبيا، وطلعت على قناه العربيه وبدموع مسكينه وقالت انا اسامح اللي قتلوا زوجي رغم انه كان بيخدمهم، لكن قتلوا لي انه كافر ولانه نصراني ومش عارف ايه. فهي طلعت على التلفزيون قالت كما علمنا المسيح نغفر لهؤلاء الناس، انا اغفر لقاتل زوجي، بدموع قالتها. هذه روح المسيحيه بالظبط. ما فيش، ودول اللي في المزمور عبروا عن مشاعرهم بالزبط.
إرميا يقول ملعون من يعمل عمل الرب رخاء، ملعون من يمنع سيفه عن الدم. أهو ربكم يقول إنه ممنوع من يمنع سيفه عن الدم. يا دكتور أشرف، أنت تعلم الناس عن المحبة وعن السلام وعن الغفران، وفي كتابك أهو يقول ملعون من يمنع سيفه عن الدم. كويس. الجزء ده في أرميا زي جزء أشعياء. احنا قلنا أشعياء من 13 ل 24 نبوة. جزء دينونة، نبوة عن الأمم. برضو الجزء الأخير من سفر أرميا هو عبارة عن نبوات عن الأمم. من ضمن هؤلاء الأمم مؤاب. كويس. دي عن مؤاب اللي هي يعني يعتبر واحد من أولاد لوط. نعم. يعني فيقول أعطوا مؤاب جناحة لأنها تخرج طائرة وتصير من مدنها خربة بلا ساكن فيها. ملعون من يعمل عمل الرب برخاء، وملعون من يمنع سيفه عن الدم. إنه عايز يقول لنا إيه النبوة دي؟ عايز يقول إنه الناس اللي هتقوم بتنفيذ الأمر دون الدينونة دي، الناس دي مش هترحم، والناس دي هتقوم بالعمل ده هي طبعا ما تعرفش ربنا. هل ده أمر لشعب الله؟ لا، شعب الله ما نفذش ده. هل ده أمر لي أنا أو لأي مؤمن أنا ذاك أنه لا يمنع سيفه عن الدم؟ لا أبدا. إذن هي نبوءة عما سيحصل لمؤاب. بالضبط. من شعب آخر، ووصف القسوة الآخر. أنه حتى لن يرحم، انه واخدها يعني هينفذ الامر ده الدينونة دي الى اخرها. واللي قام بالعمل دون هم بابل. بابل اللي احنا بنتكلم عنها هي اللي قامت بالعمل ده، هي اللي خربت. اذا هي اللي سيكون عندها يعني بالزبط. لما يهجموا مش هيرحموا. بالظبط. سيكون عندهم ملعون من يمنع سيفه عن الدم، يعني مفيش رحمة. مفيش رحمة. اذا معنى الآية انه دي نبوءة هتحصل لكم. بالظبط، هتحصل لمؤاب. لمؤاب يعني. هتحصل لمؤاب اللي المفروض انه يعني الجزء دون يعني انا عايز اوضحه اكتر. تفضل. لو رجعت لي انه لما بيتكلم أرميا عايز هبقى ارجع لها الجزء ده بس في اصحاح أرميا 48 10 48 وعدد 10. نعم. لما يكلم عن مؤاب ويكلم عن انه زي مؤاب مستريح منذ صبا، وانه زي هو عبد الاوثان، وازاي انه هو تعامل مع الاعداء، وازاي انه هو بعد عن الرب، وازاي انه هو كان الى اخر كل هذه الامور اللي كانت موجوده في مؤاب. دي نبوه عن مؤاب اللي هيحصل لمؤاب. فربنا بيقول انه الناس هتيجي، هذه الناس اللي هتيجي وتنفذ هذا الامر ولن ترحم حتى الكبير ولا الصغير. فهو وصف القسوة الاعداء وهتحصل في المستقبل. وهتحصل في المستقبل. مش انتم ملعون من يمنع يده منكم لا. عن لا لا. السيف. لا لا. ده الفهم اللي واخده المسلم. لان المسلم مشكله المسلم انه بياخد الكلام دون ممنوع، مش فاهم من المتكلم. بالزبط. من المتلقي، من الذي سينفذ. بيقول لك الله هنا بيقول لليهود انه لازم تعملوا دون بالاعداء. ايوه، هو ده مش صح. يعني ده مش أمر من الله لليهود قال بالزبط. لهم ملعون من يمنع سيفه عن الدم. دي النقطة اللي كنت عايز أوصل. إذن هو نبوء عما سيحصل لمؤاب من طرف شعب آخر اللي هو بابل، قلت ما لوش علاقة بيهم، يعني خالص. إنه سيقولون وكأنهم سيقولون ملعون من يمنع سيفه، يعني ما فيش حد فيهم حيمسك إيده بالزبط. على السيف، كلهم حيقتلوا. كله هيقتل. كله هيعتبر إنه أمر، يعني عندهم أمر كده مع إنه أمر ملكي كويس، لكن هذا الأمر بالنسبة لهم هينفذوه. إلى حد الآن أنا مش شايف، يعني شايف نصوص فيها كلمات صعبة، لكن لما تفحصها عن قرب تجد أنه ما لهاش علاقة بالأوامر المباشرة. مش كده دايما بنقول يا أخ رشيد أنه هي يعني الواحد لازم يقرأ السياق، الكلام سياق الكلام مهم جدا، حتى لينا احنا كمؤمنين مسيحيين. يعني اوقات كتيره حتى كمسيحيين بناخد الايه ونجري بيها، مع انه الايه بيبقى ليها معنى مختلف خالص في سياق الكلام. فلما اجي هو الهدف اللي بيهاجم هنا ايه؟ هو زي ما قلت لك عايز كلمه ملعون
عايز كلمة سيف، عايز كلمة أطفال، بيدخلها في البحث ويطلع كل الآيات اللي بتكلم عنها ويقول لك هي عندكم الآية. سيدنا جوجل صلى الله عليه وسلم، يعني هو جوجل بينفع لكن مو مضر، لأنه ما عندكش وقت بتبحث وتشوف. خليني أخذ مكالمة من لقمان، لقمان الحكيم من الجزائر، تفضل. نعم الأخ لقمان، تفضل. اهلا وسهلا بك. السلام عليكم استاذ رشيد. سلام لك، تفضل. كيف حالكم؟ نشكر الله. صدقني مداخلاتك ومحاضراتك اللي تقوم بها في القمه، انا اعترف بذلك. خلينا في الموضوع. مزمور 137 الاصحاح، مزمور 137 عدد 9. نعم. أنت قلت بأن هذا الكلام هو كلام مسبيين. صح. كيف ذلك وهو كلام داود؟ لا، أنت بكلامك والأستاذ الضيف الكريم طبعاً نفسيكما في ورطة. ألا ترى أن ما ورد في سورة مريم على لسان اليهود الذين كان يصفهم السيد المسيح بأولاد الأفاعي والقبور المبيضة؟ نعم. كيف تلومون أن في قوله تعالى في سورة مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، لماذا تلومنا عن القرآن الذي وصف مريم العذراء بأنها أخت هارون؟ هذا القول الذي جاء على لسان اليهود الذين كان يصفهم كما قلت السيد المسيح بأنهم أولاد الأفاعي، لماذا تلومون عن هذا؟ اليهود هم من قالوا. أخ لقمان لحظة. أنت تقول الآن بأن أخ لقمان، أعطني فرصة أرجوك. لازم يكون علاقة بين الكلام ويكون مترابط حتى أنا أفهم والمشاهد يفهم وتكون الحوار يكون مثمر. عدم الربط بين المواضيع بيشتتني، شتت المشاهد وما بيكونش في نتيجة. أولا خلينا أركز على أول نقطة قلتها. قلت أن المزمور 137 كيف يكون هو كلام المسبيين وأنتم تقولون هو كلام داود؟ هل أنا قلت أنه المزمور 137 هو كلام داود؟ تفضل. نعم، المزامير هي ذلك الكلام، كلام الله الذي كتبه داود. استنى، في معظمها كتبه داود لكن مش كلها كتبها، لأن الجزء الأكبر. أستاذي الكريم، لحظة. صدقني أنا أحترمك جدا، وأنت لا، وأنا أحترمك وأريدك أن تسمعني للنهاية. طيب أعطيك مثال. لا، استنى، أنا جاي للقرآن، لكن لازم نقتل أول نقطة. لازم تتقتل، نقتلها بحثا وننتقل للنقطة الثانية، ما عنديش مشكلة. خذ عندك كتاب مقدس؟ القرآن. عندك كتاب مقدس؟ نعم تفضل. المزمور 42، افتح مثلا. لا حاليا لا، ليس معي مقدس. طيب. انا اقرا لك، ما ليست مشكلة على الإطلاق، انا اريد فقط ايصال نقطة معينة. ما استنى يا أخي. المزمور 42 متن لإمام المغنين، قصيدة لبني قورح. عنوان المزمور قصيدة لبني قورح. المزمور 38 مزمور لداود. ستجد مزمور 32 لداود، مزمور 34 لداود. نيجي لمزمور 39 لداود، وتمشي هكذا. هناك مزامير لسليمان أيضا، والموسى هناك مزامير. لما تيجي للمزمور 37 مش مكتوب عليه لداود. إذا لما نقول المزامير، مزامير داود هو اسم عام، يعني في المجمل هي لداود، لكن هي كما قال الدكتور. لا مش بنقول احنا هي اسمها المزامير. يعني لما اسمه المزامير. يعني بصفة عامة لما يتم الكلام دائما يقرن اسم داود بالمزامير، لأنه هو الذي له 72 مزمور، نصيب أكبر من هذه المزامير. فإذا لذلك سميت. إذا مزمور 137 الكلام على لسان المسبيين. على أنهار بابل هناك جلسنا. من المتكلم؟
داود يقول جلسنا وما كانش في يهود في بابل أيام أيام داود. الأخ لقمان أتمنى أنك تفهم هذه الأمور لأنه إذن الأخ لقمان راح. مريم من الولايات المتحدة. أخت مريم أهلا بك. سلام المسيح. سلام المسيح أختي تفضلي. ربي يباركك أخ رشيد والأخ الدكتور عزمي أشرف عزمي. ربنا يخليك. شكرا. شكرا لك. بصراحة أنا كنت مسلمة وكل ما أحكي مثلا عن المسيح المسلمين رأسا يذكرون هاي الآية اللي الموجودة بالكتاب المقدس في لوقا. طيب. ويسألوني كيف الله كيف المسيح يحكي هذا الكلام بينما المسيح هو حكى أشياء كلها محبة. صح. كلها معلمة. قال يعني أحبوا أعدائكم باركوا لاعنيكم. صح. طبعا هذا للي في آخر الزمان اللي ما يمشي وراء المسيح لأن المسيح هو الطريق الوحيد للسماء. نعم. ودائما يعطون ودائما يقولوا أنتوا ليش تكرهون المسلمين أبداً. واليهود هم اللي قتلوا المسيح هم اليهود يعني اللي بعض اليهود بعض يعني لما نقول اليهود قتلوا المسيح وكأن كل واحد قتل المسيح بعض شلة شاركت في قتل المسيح وكأنك تقول مثلا أنه المسلمين قتلوا مش عارف أي شخصية مثلا ممكن تنسبها للمسلمين بصفة عامة مستحيل التعميم مستحيل يا اليهود لما قتلوا بعض اليهود اللي قتلوا المسيح نفذوا خطة الله يعني اللي قتلوا أنا وأنت وغيرنا كلنا قتلنا من ناحية معك حق لكن من ناحية الاتهام كل واحد مسؤول على أعماله لما الواحد يرتكب ذنب هو مسؤول عن عمله لكن من ناحية أخرى نعم صحيح المسيح فدينا على الصليب على العموم هل أعطيناك إجابة في هذه الحلقة على مثلا الكلام الذي ربما لم يكن لديك إجابة عنه مثل لوقا 19 في كلام المسيح أما أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم واذبحهم قدامي يا طبعا بس دائما هذا سؤال من المسلمين واحنا لهذا عملنا هذه الحلقة حتى انه المسلم يرى الإجابة وغير المسلم ايضا يرى الإجابة اشكرك اختي مريم دكتور اشرف قبل ان امشي للفاصل ابتديت برنامج جديد سمعته مبروك الله يبارك فيك وشاركتني عنه فقل لي ما هو اسم البرنامج ومحتواه حتى لما نعرض البرومو خصيصا عن برنامجك حتى يفهم المشاهد هي عن ايه هو البرنامج هو عبارة عن مدرسة دي يعني لما ربنا حطها على قلبنا انه ازاي انه المسلم اللي عارف المسيح من خلال التلفزيون ومن خلال الانترنت كمان يتلمذ من خلال التلفزيون والانترنت كيف يكبر في المعرفة كيف يكبر والإيمان في المعرفة لانه مش كل البلاد العربية فيها زي مكان للدراسة او كليات لدراسة الكتاب المقدس فاحنا عايزين ناخد اللي بيتدرس في كليات البايبل او الكتاب المقدس ونحط للمشاهد بطريقة بسيطة يقدر انه بعد فترة يكون بيكبر ويكون كمان هو بيعلم اخرين فاذا هي فرصه للتعليم لتعليم الناس في الكتاب المقدس والنمو احنا بنبدا اسمها مدرسه الحياه الكتابيه مدرسه الحياه الكتابيه هي تبقى عباره عن 10 مواد دراسيه هنبدا اول ماده بكيفيه دراسه الكتاب المقدس ازاي تدرس الكتاب المقدس ازاي تتعامل مع الكتاب المقدس وازاي ان انت تتنقل من الملاحظه الى التفسير الى التطبيق ما تبقى ازاي بتاخد الايات وتجري بيها وازاي وصلنا الكتاب المقدس وعندنا كمان ناخد بعد كده تفسير سفر التكوين وتفسير رساله روميا فالهدف دي بتساعد منها بس المسيحيين ولا ممكن حتى واحد مسلم يستفيد منها مهدفه ال- 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 الهدف بتاعنا هو العابرين في البدايه والاول حتى اللي ما عبروش هل يستطيع حتى يدرس بطريقه صحيحه بالظبط واللي ما عبرش هيقدر ياخد معلومات كتير قوي عن الكتاب المقدس والمسيح اللي عايز برضو يتدرب هتكون ايضا الماده دي موجوده لانه احنا بنؤمن في قناه الحياه
في دلوقتي ربنا بدأ معانا بخط، كنا الخط اللي هو الكرازة للمسلم، لكن كمان ده مستمر، لكن كمان عندنا إخوة عابرين كتير ومحتاجين ازاي نكبرهم في الإيمان. وانا انا احييك وشجعك على هذا المسار، والبرنامج سيبتدي البث الليله. البرنامج هيبدا البث الليله بعد ساعات تقريبا بالضبط في توقيت مصر، هيكون الساعه 11 11 مساء. بالليل الليله اول حلقه مبروك يا سيدي. سي ربنا يباركك الخير. المشاهدين الكرام، توقف مع فاصل، هنشوف عن مدرسه الحياه الكتابيه. مدرسه الحياه الكتابيه برنامج يهتم بتقديم أهم الموضوعات الكتابية. كل العقائد المسيحية أو معظمها بنجد بدايتها من سفر التكوين. كده يبقى عندنا مشكلة مع النظريات بتاعت نشأة الكون، مفروض أن ده ثابت عندي. هل سفر التكوين ده خرافة؟ أسطورة؟ قصة تاريخية؟ وأهم الموضوعات اللاهوتية، ازاي كتابك صالح لكل زمان وكل مكان؟ ما بروح أصلي لحد وأنا مصدقة جدا أنه الله يشفي، ما بيشفش. الله زي قاسي كده. أنا كتير لو لما هم أربعة ليه ما يبقوش خمسة وليه ما يبقوش اثنين؟ نقدمها بعمق. ليه حدث الواحد يتمثل لما بيجي يحكي عنه مرقص بيغير في المكان أو في أحداث القصة نفسها؟ نقدمها بدراسة وافية لكلمة الله. كيف وصل إلينا التلمذ؟ نقدمها أيضا في حوار شيق وجذاب. اتكلم قلت على نقطة مختلف معها جدا. الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، صح؟ طبعا. لو الأمثال بتوضح بالعكس ده هي ما وضحتش. عندي مشاكل في التمادي في الموضوع. إرمية، اختبر منين ان هو صادق ولا مش صادق؟ يعني انا مصدقة جدا. انتمائنا الاول والاخير هو للرب ولكلمته. عودة مشاهدين لإكمال هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء، ونقاشنا حول هل أمر الكتاب المقدس بشق بطون الحوامل وتحطيم الأطفال. مبروك دكتور أشرف، البرومو شيقة، يعني أنا مشتاق أشوف الحلقة الأولى من البرنامج حتى أعرف محتواها وإيه الأسئلة. أحنا بنصلي أن البرنامج ده يكون سبب بركة كبيرة قوي لكل اللي عايزين يدرسوا كلمة ربنا، واللي عايزين ينمو في معرفة الرب، واللي عايزين يعدوا كمان الخدمة. يعني البرنامج ده ممكن ياخده كشخص أو تاخده في مجموعة تدرسوا مع بعض، حتى في مجموعات البيوت ممكن يتدرس، وعندنا ويب سايت كمان. أنا شايف في أسئلة صعبة، وفي أسئلة يعني مش عيب الإنسان يسأل أسئلة صعبة وشكك في كل حاجة، بالزبط فده بالزبط مش عيب. وأحييك على هذا. شكر ربنا يعني، شكرا لتشجيعك. خلينا ناخد مكالمة من نور الشعب أعتقد. نور شهاب. نور شهاب، آسف لأنه مكتوبة بالحروف اللاتينية وخلتني ما أعرفش المعنى خالص. نور شهاب تفضل. مساء الخير عليك. مساء النور. اسمح لي اقول لك ان انا واحد من المعجبين جدا بالقناة. الله يخليك، ده شرف ليا. وانت كمان شخصيا رغم ان يعني اسمك بيروح عن دماغي كتير، هتستغرب انا مسلم لكن بحب اتفرج على القناه بتاعتكم كتير جدا جدا جدا. فيها دروس اخلاقيه جميله، ده شرف ليا. فيها عظات يعني كاخلاق. انا ومعجب جدا بالدكتور سامح موريس. سامح موريس، طبعا. ده استاذ يعني انا بحب اسمعه جدا جدا جدا. انت يعني انا بيعجبني فيك العلم بتاعك، بيعجبني فيك ان انت يعني جريء فعلا. برنامجك اسمه سؤال جريء وانت جريء. اخجلتني يا اخي، صدقني. واضح ان انت يعني دارس وقارئ وممتاز جدا. انا بحب قناتكم جدا جدا، باخدها طبعا مش من الناحية الدينية أكتر ما باخدها من الناحية الأخلاقية. نعم. المعنوية بستفيد كتير كمان من البرنامج اللي بتجيبه اسمها أفتكر الواعظة جوس ماير. جوس ماير دي. نعم. ممتازة ممتازة ممتازة. أنا يعني طبعا أنت تعلم جيدا كيف الإسلام بيقدر ويعظم ويجل المسيح عليه السلام والسيدة مريم عليها السلام. دول في ما يعني دول أنبياء ما نقدرش ننكرهم، وكلهم جوا من بوتقة واحدة،
كلهم من عند الله سبحانه وتعالى. نور شهاب، أخ نور شهاب، أنا أختلف معك، لكن أنا أقدر وجهة نظرك وأحترمك جدا لأنك عبرت عن مشاعر مسلم صادق. يعني أختلف معي في إيه بالضبط؟ في 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 رأيي في القناة ولا؟ لا 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 لا، أختلف معك أنه الإسلام احترم المسيح جدا وأمه، لكن على العموم أنا مقدر موقفك وأعتقد ده المنظور الشائع، وإحنا يشرفنا أن يكون لنا مشاهدون مثلك يختلفون معنا في الاتجاه لكن يقدرون الكثير من الأشياء اللي نقدمها. لا أختلف معك في الاتجاه إطلاقا، بالعكس ده أنا من المعجبين بيك. ممتاز ومعجبين بالقناة نفسها. لكن انت يعني تعرف انا انتقد الاسلام يعني. انت بتحاول تحطني في 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 الجهه المضاده في الضفه الاخرى. بالعكس احنا الاثنين نبحث عن الخلق الكريم ونبحث عن ممتاز. المحبه ونبحث عن الوئام. ممتاز. بستشعر احيانا ان يعني زي ما انت حاولت تعمل دلوقتي انك تخلي فيه سايد اجينست انذر سايد. لا 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 لا، دي 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 انا اخ نور شهاب، يعني بعض الناس بيفهموني غلط، بيقولون انت تحاول اثاره الفتنه ما بين المسيحيين والمسلمين. اولا انا كنت مسلم. لا انا وصلت للدرجات. لا انا فاهم، لكن انا حتى اضعها ضمن النقاش. اولا انا كنت مسلم، وعيب انه الواحد يتنكر لاصله او اهله، وانا اهلي اغلبهم لحد الان مسلمين، سواء خالاتي عماتي من جهة الأب من جهة الأم، كل العائلة لا زالوا مسلمين. لكن يعني الفكرة هو أنه دعنا نناقش الدين بطريقة محترمة، بطريقة ما فيهاش حرج، بجرأة كبيرة. دعنا نطرح كل الأسئلة، نشكك في كل شيء، نبحث، لأنه نبحث في الأخير عن الحق. فإذا الحق هو مش ملكي أو ملكك، الحق محطوط للناس كلها. طب ما للناس بقى كل واحد يتبع حقه براحته. لا، من حقنا ايضا ان نبحث ونشكك ونسال. والوطن للجميع. من حقنا نسال ونشكك ايضا ونقف قدام بعض. خلينا نمشي مع بعض، وكل واحد اللي ماسك صليبه واللي ماسك سبحته، وزي ما انت قلت كده يعني الاستاذ اللي انت رديت عليه في الاول. نعم. وقلت له يعني هل يرضيك ان انا جئت لك؟ فاللي ما ترضهوش لنفسك ما ترضهوش ليا. صح. خلينا كده. لكن انا على فكره ارضى لنفسي ان ينتقد الكتاب المقدس، ارضى لنفسي ان تنتقد عقائدي، ما عنديش مشكله معاه، انا ما عنديش حرج في هذا الامر. لا لا لا، اسمح لي. لكن في نفس الوقت انتقد عقائد عقيدتك وانتقد كتابك المقدس. أنا أرفض أن أنا أنتقد كتابك المقدس. لا، هو أشكك فيها. يمكن أنت أخ نور شهاب، في أمور أثمن وأقوى من أن احنا نتركها للتشكيك وللكلام. معلش ده. معلش معلش أخ نور شهاب، يعني هناك نقطة. أنا بشكر. طيب. أنا بشكر سعادتك جدا. أشكر. على إتاحة الفرصة لي، واسمح لي مرة أخرى أن أنا أسجل تحياتي للبرنامج. أحييك أنا أيضا. ولو في مجال أن حضرتك للدكتور سامح موريس، مش كده اسمه، او موريس سامح. سامح موريس، سامح الدكتور سامح يعني موريس يصل من خلال القناة لو سمع البرنامج، واكيد في مشاهدين يمكن يوصلوا له هذا السلام منك، وانا بشكرك واحييك جدا. اشكرك. دكتور أشرف، حتى لا يضيع الوقت وتلومني وبعد البرنامج تقول لي أنا اشتغلت وجهزت وودتنيش فرصة، أنا فضحتك قدام المشاهدين. بيني وبينك ما فيش حد بيشوف. معلش. في حزقيال 9 آيات 5-7، وقال لأولئك في سمعي اعبروا في المدينة وراءه واضربوا. أيوة. لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء. كويس. اقتلوا للهلاك. ولا تقربوا من إنسان عليه السماء وابتدئوا من مقدسي. كويس. يعني لو واحد قارئ عادي قرأ الآيات دي، الفهم البسيط الأول اللي بيجي للذهن، ربنا يقول لشعبه ما تشفقش أعينكم واقتلوا شيخ وشاب وعذراء وطفل ونساء، اقتلوا للهلاك، يعني هلكوا. ده رب ده
ده إله ده تخرفوا إيه يعني؟ الجواب لك. الجواب لي. حاضر. حزقيال 9 بيبدأ من حزقيال 8 عشان أجاوب عليك لازم أرجع لإيه؟ حزقيال 8 تقول لي أنت ليه عملت عقدنا وترجعنا لله؟ لأنه دي مهمة. قرينا سياق إنسان بسيط. معلش أنا سياق الكلام مهم أوي. كويس؟ فلما يجي مثلا لحزقيال 8 بيقول لي وكان في السنة السادسة في الشهر السادس في الخامس من الشهر وأنا جالس في بيتي ومشايخ يهوذا. يا ريت تعمل بالأحمر حتى يتابعوا معاك، أنا معودهم عادة وحشة يعني. خلاص أنا أهو. أيوه. أن يد السيد الرب وقعت علي هناك، فنظرت وإذ شبه كمنظر نار من منظر حقويه إلى تحت نار، ومن حقويه إلى فوق كمنظر لمعان شبه النحاس، ومد يده وأخذني بناصية رأسي. طيب الكلام ده عارفين أنه حزقيال كان متاخد هو أو تاني من تاني مجموعة، كان ضمن تاني المجموعة اللي اتاخدت إلى السبي، كان من ضمن المسبيين. حزقيال مش المسبيين بعد خراب أورشليم، المسبيين قبل خراب أورشليم. ماشي. لأن أول مرة جي نبوخذ خد الشباب الحلوين كان منهم دانيال، تاني مرة بعدها بكم سنة جي خد الكهنة كان منهم حزقيال. ماشي. بعد كده اتدمرت المدينة بعدها بكم سنة، فهو حزقيال فين؟ في بابل. في بابل، وهو قاعد في بابل جاته رؤية. جاته رؤية. شاف الرؤية إيه؟ الرؤية تختلف عن الحلم. الرؤية شخص بيشوف حاجة وهو صاحي. الحلم ممكن يبقى وانت نايم. يعني هو صاحي شاف حاجة. بالضبط. حاجة ربانية. حاجة ربانية. ورا ربنا، ربنا ورا له موفي كده يعني قدامه، كأنه قدامه فلاش. فلاش كأنه قدامه فيلم بيتفرج عليه. إيه اللي شاف؟ شاف إيه؟ روح الرب لما خده قال له عايز اوريك التعبير. روح الرب خده هي رؤية. الرؤية يعني لما نقول روح الرب خده يعني الواحد قاعد في مكان لكن هو في بعد تاني بيشوف حاجة تاني. فخده وراه ايه؟ وراه دخله الى اورشليم، ودخله الى اورشليم الى اقدس مكان المفروض يكون في اورشليم وهو الهيكل، وقال له مش الهيكل ده بناه سليمان لعبادة الرب والتقديم ذبائح؟ تعال اوريك شيوخ اسرائيل بيعملوا ايه جوه الهيكل. كويس. وفرجوا يقول ايه؟ ثم قال يا ابن ادم ارفع عينيك هنا عدد خمسة، فرأيت فرفعت عيني في اصحاح 8 في اصحاح 18 اصحاح 8 واذ من شمال باب المذبح تمثال الغيرة هذا الى هذا في المدخل، وقال لي يا ابن ادم هل رأيت ما هم عاملون؟ الرجسات العظيمة التي بيت اسرائيل عاملها هنا لابعادي عن مقدسي، وبعد تعود فتنظر رجسات اعظم. كانوا بيعبدوا الاوثان جوه الهيكل. اكمل بس الفكرة دي. وبعدين نقب في الحائط، وراه قال له وراه ادخل وانظر الرجسات الشريره التي هم عاملوها هناك. فدخلت ونظرت كل دبابات اشكالنا. المهم وراه فيلم. بالزبط. في الفيلم دي كل الخطايا اللي بيعملوها بني اسرائيل. وفي الفيلم ايضا وراه النساء لما دينون لما تيجي هتيجي ايضا على النساء. وراه النساء ايه اللي بيعملوا؟ النساء. وإذ هناك نسوة جالسات يبكين على تموز، وده واحد من الآلهة كان عبادته من خلال البكاء. فقال لي رأيت يا ابن آدم هل تعود تنظر رجسات أعظم من هذه؟ فالرجالة والشيوخ والنساء بيعبدوا الأوثان ويعملوا الرجسات جوه. وصلت إلى حد هنا أنا ما عنديش مشكلة. طيب أكمل بقى النقطة المهمة. الفيلم ما انتهاش، مكمل. رأى رجل بيأتي. كويس. هذا الرجل بيضع علامة على الإنسان اللي بيعبد ربنا أو الأشخاص الأبرار. وبعدين جه واحد تاني قال هضرب كل اللي هم لم يعبدوا الرب. فدينونا ده في الفيلم. ده في الفيلم داخل الرؤية بيشوف الحاجات دي. فقال لهم إيه؟ فهنا اعبروا في المدينة وراء واضربوا، لا تشفق عينكم، لا تعفوا، الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا الهلاك، ولا تقربوا من إنسان عليه السمة. وابتدأوا من مقدسي، ابتدأوا من بيت الرب، اضربوا كل الأشرار وإلى آخر المدينة. هذه رؤية. هذه مجرد رؤية. رؤية. ده مش أمر من الله البني إسرائيل يعمله. لا لا لا. ده أولا ده أمر مش أمر. ده رؤية دينونة هتيجي على إسرائيل. يعني حزقيال نبي قاعد شاف رؤية وشاف حد بيقول هذا الكلام داخل هذه الرؤية. بالضبط. الغرض من الرؤية دي ايه؟ الغرض من الرؤية عايز يقول له انه في دينونة جاية على أورشليم، وهذه الدينونة اللي جاية
على أورشليم سببها خطية أورشليم. إذن لو تابوا يرجع، وده اللي كان بيعمله، ده اللي كان بينادي بيه أرميا في أورشليم. حزقيال كان في السبي كويس، أرميا كان في أورشليم، يعني الاثنين بيكملوا بعض. واحد بيقول لهم اوعوا هتيجي بابل وهتخربكم، والتاني عمال يقول لهم ارجعوا الي يقول الرب. الرب بيقول لكم ارجعوا عن رجساتكم، ارجعوا عن خطاياكم، لياتوا بالشرير عن طريقه ورجل الاثم عن افكاره. إذن الى اخر هذه الدعوه. لما نسمع اقتلوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، اقتلوا للهلاك، دي رؤية مستقبلية بالزبط. ستحصل ضد شعب إسرائيل. ده مش أمر لإسرائيل يعملوه في الشعوب التانية، ده اللي هتعمله بابل. يعني بصوا يا إسرائيل، يا توبوا يا حيجي عليكم واحد وينفذ فيكم هذا الشيء بالزبط. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء سيقتلوا للهلاك بالضبط. وده اخر شيء، ده اللي حصل لما نقرا كمان في مراسي ارميا. طيب انا ما عنديش وقت كتير انك تمشي لمراتي ارميا، معلش. طيب. انا همنعك دكتاتور. فحزقيال لو حد جاء قال لي يا دكتور اشرف، قال لي انه في حزقيال يقول الله اقتلوا للهلاك، اقول له استنى شويه بالضبط، كلامك غير صحيح. دي رؤية شافها حزقيال عن اللي هيحصل لليهود، النبوءة مستقبلية هتحصل لليهود بالزبط. من طرف أعدائهم اللي هم بابل، اللي هم بابل بالزبط. ده مش أمر لليهود ينفذوه في التنين، ولا هو أمر إله لأي حد، ولا هو أمر إله لأي حد خالص. فإذا هي سلطة لما الواحد ياخدها ويبتدي يستخدمها. بص الآية كانت فين وصارت فين لما شرحت لي السياق، هي ممكن تتفهم في شيء خطير يعني. طبعا. وممكن لو شرحت السياق وقعدت، أنا وصية للمسلمين زي ما احنا نعمل، ناخد آية قرآنية ونذهب لتفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وأسباب النزول وماذا قالت الأحاديث المفسرة للآية، وبعدين نطلع باستنتاج. يا ريت قبل ما تأخذ آية تقول لي أهي واضحة، روح اذهب شوف ماذا قاله المفسر الفلاني أو المفسرون المسيحيون، وماذا قاله ماذا كان الصياغ، ومن هو حزقيال، وإيه كان الوضع هناك، ولماذا قيلت. وبعدين لو لقيت استنتاج بيأيد نظريتك جي وقوله لي. لكن تأخذ الآية من وسط الصياغ وتجري بيها وتجيبها، ده يعتبر بحث ركيك جدا ما يرقاش للمستوى. أنا أبسط عليه، يعمل الخير ويقرأ بس الآية في سياقها، هتديله المعنى. دي أبسط حاجة، أبسط حاجة. يعني الآية واضحة لو قريت من أصحاح 8 الرؤية كلها اللي حدثت، لأنه حتى في الرؤية يقول إيه، فخرجوا وقتلوا في المدينة. أوريدي ما فيش حاجة يعني حصلت. دي كلها في الرؤية يعني. الدينونة دي هتيجي شايف لو يعني. الشعب ما رجعش. خلينا ناخد الأخ فيصل من المغرب. أهلا أخي فيصل. أخ فيصل. الو. الو اخ فيصل. أحكي. سلام، تفضل. معك فيصل من ايطاليا. اهلا مساهل. اهلا اخي فيصل. سلام المسيح. سلام المسيح معك. انا فيصل، هذه مده شهر انا كنت مسلم، ودابا راني مسيحي. نشكر الله. وما السبب؟ المشكل يعني انا بغيت نقول غير واحد الكلمه لهاد الناس اللي انا ما نعرفش نتكلم بالعربيه. اهدر كيف ما بغيتي، اهدر كيف ما بغيتي. شكرا اخويا غاسيدي. يعني انا انت الوحيد الاول، انت اللي فتحتي لي عيني لهاد نكون نحمد يعني كنت وليت مسيحي. نشكر الله. هذا من فضل ربي. بغيت نقول واحد الكلمه لهاد الناس المسلمون. خوتي المسلمون، واخا هما يقدروا يقولوا لي راني كافر، ولكن انا نقول لهم راه خوتي. صح. نقول لهم يعني حلوا عينيكم. شوفوا الكتاب القرآن وشوفوا الكتاب المقدس. أنا يعني ما قاريش وما يعني غمشيت الكتاب المقدس، فهمت فيه شحال من حاجة، الحب، الحنان، العطف، تكون مع صاحبك زوين،
يعني ما تأذي حتى شي واحد. صح. ودخل لي هذا الكلام في قلبي وليت متعلق به بزاف، يعني حبيته من خاطر، يعني حتى يوميا وليت في العمل ديالي في كنجي للدار يعني كنمسح الكمبيوتر كنقرا الكلام وكنشوف برامج، يعني تنقول هاد الناس المسلمون سيروا قراوا الكتاب المقدس راه فيه شحال من حاجه زوينه اللي غتعلمكم كيفاش تتعاملوا في الحياه مع النساء ديالكم مع والديكم مع، يعني اش نقول لك اخويا رشيد، راني عندي شحال عاتي. انت لخصتي الامر كله، لخصتيه بكلمات بسيطه انه قراوا الاثنين وشوفوا الفرق بانفسكم. خويا فيصل انا نشكرك بزاف، وياريت تخليك مع الاخوه لو ياخذوا معلوماتك ويعطيهم لي في بعد البرنامج. دكتور اشرف، احنا امامنا خمس دقائق، انا خايف بعد البرنامج، انا هارب بعد البرنامج. في قودات انا جاي لانه اعتقد عندنا ثلاث اربع نصوص فاضله، لكن سناخذ على قدر الامكان. في قودات فارسلت الجماعه الى هناك 12 الف رجل من بني البأس وأوصوهم قائلين اذهبوا واضربوا سكان يابيش جلعاد بحد السيف مع النساء والأطفال. وهذا ما تعملونه، تحرمون كل ذكر وكل امرأة عرفت اضطجاع ذكر. هذا نص صعب، ده نص صعب. يعني كيف أنه جماعة من بني إسرائيل يروحوا يضربوا يابيش جلعاد بالنساء بأطفال بكل شيء؟ سفر القضاء في آية تكررت أكثر من مرة، وده اللي يلخص لنا سفر القضاء. حتى في أصحاح 21 اللي أنت قريته ده، الأصحاح بينتهي بآية بتقول إيه؟ بتقول في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. أصحاح 17 وأصحاح 21 بيقول لنا الآية دي، إنه لم يكن ملك فكل واحد عمل ما حسن في عينيه. كل واحد كان اللي جاء في دماغه عمله يعمله، وده بيورينا شر الإنسان في يعني مجمله. إذن الآية وصفية، الآية مش وصفية. إلزامية؟ لا هي إلزامية، ولا هو أمر إلهي، ولا هو وصية من قادة روحيين. ده بالعكس الأمر ده هم قبل كده نفس وده الأصحاح. ده بينهم بين بعض، ما في نفس الأصحاح طلعوا الأسباط وضربوا سبط بنيامين، أبادوا سبط بنيامين، فدلوقتي طالعين على يبيت جلعاد علشان يبيدوها. فده بيوري لك ازاي ان الانسان لما بيبعد الله من الصوره، وده اللي عمله سفر القضاء، انه ما كانش الله موجود. الشعب ده عمل كل واحد ما يحسن في عينيه. فهنا ده وصف بيوصف لك حاله الشعب. أسوأ فترات عاشها شعب اسرائيل روحيا كانت فتره القضاء. فإذا الروحية مش ممكن أخذ ده على أساس أنه كلام ربنا، اذهبوا واضربوا سكان يابيش جلعاد بحد السيف مع النساء والأطفال، ده مش كلام ربنا بالضبط. الأوصاف اللي موجودة هنا أو الذكر ده الموجود الحدث ده هنا عشان يقول لي أنك تتعلم منه، ما تتعملوش تاني، ما تعملش زي الناس دي. يعني ده بيوصف لنا الحالة الرديئة اللي كان عايش فيها شعب الله بالزبط. قبل ما يكون عندهم، لا كان عندهم ملك ولا مشير ولا أي ولا شيء، ولا كاهن ولا أي حد، ولا سوري النبي من الأنبياء. إذن الوحي كان ينقل لنا صورة قاتمة بالزبط، وليس أمر إلهي أنه ننفذ هذا الأمر بالزبط. هو ده حالة سفر القضاء. أنا كان نفسي نتكلم على، لأنه أمامنا دقيقتين فقط، كان نفسي نتكلم على يشوع وسفر العدد وصموئيل، لكن أنا هتركهم لممكن فرصة قادمة، حطهم مع آيات أخرى. طيب. ونتكلم على تحريم المدن. لأنه دي حالها مختلف شوية. لكن أنا يعني خصص له وقت أكثر حتى تشرح بتفصيل، حتى ما نخليش بعض التفاصيل ممكن تأخذ ضدك. ممكن نتكلمنا عنها شوية، فاكر لما نتكلمنا عن العنف في العهد القديم شوية، تكلمنا في مرة سابقة صح. لكن على العموم الخلاصة لو عايزين نطلع بخلاصة في دقيقة كده. الخلاصة اللي عايز أقولها إنه ما فيش حد أبدا أرى الكتاب المقدس إلا وتحول من العنف إلى الطيبة وحسن الأخلاق والمحبة والتسامح والغفران. وده يقول لي قد إيه الكتاب المقدس هو كلمة ربنا. أشكركم مشاهدينا. كتابنا المقدس لا يحث على العنف، بل يوصي على محبة الجميع. أشكركم
وإلى اللقاء في حلقة قادمة بنعمة الرب. أشكرك دكتور أشرف. شكرا لك أخ رشيد.